يمكن انا وايه في الاول قلنا لكم ان احنا لسه مستمرين الحقيقه، والنهارده بدري قوي الدنيا حر، فنشوف بقى حاله الطقس حسب بيان هيئه الارصاد الجويه. بيقولوا النهارده هيكون طقس شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، حار على السواحل الشماليه، مائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشماليه. متوقع كمان ان هيكون في اضطراب في الملاحه البحريه على البحر المتوسط على بعض الشواطئ زي مرسى مطروح، وكمان في ارتفاع للامواج ما بين 1.5 ل 2 متر. فعشان كده عايزين كل اهالينا، في ناس بتبتدي تصيف بدري او بتاخد اجازاتها او في الويك اند او الحاجات دي كلها، ياخدوا بالهم ان يعني ما ننزلش البحر طبعا في ظل الظروف اللي زي كده، 1.5 متر و2 متر، وبالنسبه للاطفال هيبقى خطر بشكل كبير. الدنيا حر، فنستحمل ان شاء الله تكون موجه وتتكسر سريعا، لكن خلينا نعرف تفاصيل اكتر من ايه. اليك يا ايه. شكرا ليك يا اسماء. اجواء حاره، اجواء بتستمر في المزيد في ارتفاعات درجات الحراره. خلونا نشوف باين هيئه الارصاد الجوية النهاردة الدرجات العظمى والصغرى هتكون ايه. بداية من محافظات الوجه البحري والقاهرة طبعا بتسجل النهاردة 39 العظمى، وخدوا بالكم درجات الحرارة دي بتكون في الظل، بينما لما بنشوف درجات الحرارة في الشمس بتزيد عن كده يمكن 3 درجات يعني بأقل تقدير. فهتلاقوها مثلا اسكندرية والعلمين ممكن توصل ل 35 في الشمس او اكتر شوية. كمان اجواء شديدة الحرارة على كل محافظات مصر. في الوجه البحري بيكون الجو ألطف شوية من لما بنتجه جنوبا ومدن الصعيد والأقصر وأسوان، لأنه دايما أسوان بتسجل أعلى معدلات في درجات الحرارة، فإحنا هنا بنتكلم على معدلات حرارة لطيفة نسبيا. لكن الإسماعيلية النهاردة ما بين محافظات الوجه البحري ومدن القناة بتسجل 41 درجة، أجواء شديدة الحرارة هناك. ولو بصينا بقى على المدن المطلة على سواحل البحر الأحمر زي الغردقة وشرم الشيخ ما بين 41 و43، يعني أجواء شديدة الحرارة لكنها بتبقى لطيفة جدا للسياح، يعني اللي يروح يشوف المدن دي والفنادق والشواطئ في شرم الشيخ والغردقة هيلاقيها ما شاء الله يعني مليانة سياح من دول مختلفة حول العالم بيستمتعوا بأشعة الشمس. تبقى أنت بتدارى من الشمس وعايز حتة ظل وهم قاعدين في الشمس مبسوطين جدا جدا. الشمس دي يعني بتبقى حاجة هم ما بيشوفوهاش أغلب شهور السنة، عشان كده بيجوا عندنا يشوفوها. بصوا بقى كده الصعيد، هنبتدي كده نشوف بقى الوادي الجديد 43، ارتفاعات ملحوظة جدا وأجواء شديدة الحرارة، حتى الصغرى هناك هتكون 29 حر برضو. يعني نبص برضو على باقي مدن الصعيد، 40 في الفيوم وفي بني سويف، أجواء شديدة الحرارة. يعني أنا بقول لكم ده إحنا لسه حتى في بداية اليوم، لسه ما جاش نص النهار، الساعة 12 كده بتبقى أشعة الشمس حامية أكتر، بتبقى درجات حرارة مرتفعة أكتر، فخدوا بالكم اشربوا مية كتير. المنيا النهاردة 41 وأسيوط برضو، الأقصر 44 درجة، والصغرى هتنزل 14 درجة، يعني بالليل تنزل 14 درجة لكن الصبح حر جدا جدا. خلونا نشوف برضو أسوان زي الأقصر ولا أكتر، 45، ولا كنت متوقعة لأنه أسوان دايما متصدرة ارتفاعات درجات الحرارة، وشلاتين 41 وحلايب 39 درجة. اشربوا كمية مية كتير جدا، حاولوا ما تتعرضوش بشكل مباشر لأشعة الشمس خاصة في فترات الظهر من 11-12 الظهر لحد بعد العصر كده، بتبقى الشمس شديدة الحرارة وحارقة في كتير من الأحيان. أطمن أكتر على درجات الحرارة وهذه الموجة شديدة الحرارة مستمرة لحد إمتى؟ معايا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بيكي دكتورة منار، صباح الفل. أهلا بيكي يا أستاذة آية، صباح الفل على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. قولي لي الأول إيه سبب هذه الارتفاعات، يعني ارتفاعات شديدة جدا في درجات الحرارة، وهل هتكمل معانا كده بما إننا خلاص بدأنا فصل الصيف رسميا، ولا هترجع تنكسر مرة تانية؟ لا هي أكيد هترجع تنكسر وتعود للمعدلات الطبيعية، لكن إن إحنا خلال هذا الأسبوع بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، ووفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه في ارتفاع في قيم درجات الحراره عن المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي 3 إلى 4 درجات، ده طبعا في معظم المحافظات وخاصه في المحافظات الشماليه. كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي، المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، يعني عدم وجود اي سحب مؤثره، وكمان بيحدث الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، لان احنا قلنا في الاول منخفض الهند الموسمي اللي بيأثر علينا، وده منخفض جوي مساحته كبيره بيأثر على كذا قاره، من مناطق من اسيا من افريقيا من اوروبا كمان، المنخفض ده بيمر
معاكم في الهواء الاول شديده الحراره، قيم درجات الحراره فيها تتجاوز ال 50 درجه مئويه. طب الرطوبه قد ايه تقريبا؟ نسب الرطوبه طبعا بمرور الكتل الهوائيه دي على البحر المتوسط بتفقد جزء من قيم درجات حرارتها، لكن تحمل بكميات كبيره من بحار الميه، يعني ارتفاع في نسب الرطوبه، فنسب الرطوبه كمان مرتفعه معانا خلال هذه الايام. يمكن هو ده اللي مخلينا كمان حاسين بالحر قبل ما الشمس تطلع من بدري، كنا لسه بنتكلم بالفعل يعني. لان نسب الرطوبه العظمى كمان بتبقى في فترات الليل وفترات الصباح الباكر، احنا نسب الرطوبه تتجاوز ال 90 وال 95% في سواحلنا الشماليه اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط، في القاهره الكبرى تتجاوز ال 80 وال 85%، فنسب الرطوبه المرتفعه بتخلينا نحس قيم درجات حراره كمان اعلى من اللي موجوده في النشرات الجويه، لان قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها دايما مع حضراتكم هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل تحت المعايير الدوليه اللي وضعها المنظمه العالميه للارصاد الجويه، لكن المواطن دايما بيحس بقيم درجات حراره اعلى، وخاصه مع وجود نسب رطوبه مرتفعه في الجو مع كمان تعرضه لاشعه الشمس يحس بقيم درجات حراره اعلى من مع هذه الارتفاعات ومع ارتفاعات في نسب الرطوبه كمان، ايه السبب وراء ارتفاعات الموج؟ يعني بين هيئه الارصاد بيقول انه في ارتفاعات للموج ما بين متر ونص لمترين في البحر المتوسط. هو في الغالب دايما ارتفاعات الموج بيبقى مصاحبه لنشاط رياح، احنا لو عندنا نشاط رياح في بعض الاماكن نشاط رياح بيؤدي ليه ارتفاع امواج، وده اللي حصل بالفعل عند محافظه مطروح، ان في نشاط لرياح سرعات رياح ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه هتؤدي ليه ارتفاع امواج على شواطئ محافظه مطروح وبعض الشواطئ من محافظه مطروح، مش كل الاماكن في البحر المتوسط هيكون فيها ارتفاع امواج، لكن خاصه في محافظه مطروح ارتفاع امواج ما بين. طب ونشاط الرياح ده يحسسنا شويه انه الجو الطف في المناطق دي؟ هو طبعا يحسسنا في المناطق دي، في مناطق كمان، لان احنا عندنا اليوم ايضا في نشاط للرياح في بعض الاماكن من الجمهوريه وخاصه في شمال البلاد خلال فترات المساء وساعات الليل يقلل بعض الشيء احساسي بنسب رطوبه فيحسسني بقيم درجات حراره اقل، لكن مش بالشكل الكبير لان سرعات الرياح في المناطق الداخليه مش عاليه بالشكل الكبير، فهي هتحسسني ببعض انخفاض في قيم درجات الحراره وخاصه في فترات المساء وساعات الليل. قيم درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع مستمرة في الارتفاع بشكل ملحوظ، يعني متوسط هتزيد أكتر ولا هتبقى مستقرة عند المعدلات دي زي النهاردة؟ هي هتستقر عند معدلات 38 إلى 40 درجة مئوية فترة النهار على مدار هذا الأسبوع كله، وخلينا نأكد إن استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة فترة طويلة يخلينا نحس بقيم درجات حرارة مرتفعة وأعلى، وده إحنا مش متعودين عليه، فعشان كده إحنا بنأكد على كل السادة المواطنين لازم ناخد بالنا بقدر الإمكان ما نستهينش بارتفاع قيم درجات الحرارة لأنه مطول معانا، فلازم بقدر الإمكان ناخد احتياطاتنا، وأهمها كمان إن إحنا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الظهيرة أو في فترة الذروة من 12 الظهر ل 4-5 العصر، شدة الإشعاع الشمس بتكون عالية بشكل كبير، لو أنا اضطريت أبقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للرأس يحميني من أشعة الشمس شمسية أو كاب، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم طبعا المية، أنا حتى لو مش عطشان يكون معايا إزازة مية وأشرب مية بشكل كبير، كمان نتواجد في أماكن جيدة للتهوية، ده ممكن يساعد إن احنا نحس نسب رطوبة أقل وقيم درجات حرارة أقل، مهم إن أنا دايما أحافظ على تغيير درجة حرارة جسمي ما بين الارتفاع والانخفاض تجنبا لأي إجهاد حرارة. شكرا ليكي دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.